صفاتكم من وين ما عم تتابعوني. اهلا وسهلا فيكم جميع الجداد. شباب، قبل ما نبلش الفيديو بتمنى منكم تعطونا لايك، ما تبخلوا علينا باللايك، وان شاء الله انا ما ببخل عليكم باي شيء وما بقصر مع اي حدا. يا شباب، نتعلم عزف زور اليوم، كمان زائد 2 ترانسبوس. انا ما بحب احكي كثير بالفيديو مشان ما اطول عليكم. بيات الله. تمام شباب، انا مشرق الفا دييز ومشرق السي. تمام شباب، بنستخدم اول شيء هذا صوت، هذا الايقاع، اسمعوا كيف. ايقاع زوري شباب او خبطات، المهم انه شيء بيشبه الزوري. تمام شباب، يلا رح نبلش. رح نستخدم اول شيء صوت مزمار. هلق مع الايقاع شباب، السرعة انا حاطة 84، رح نخليها 85. تمام شباب، بعدين بيفوت بصوت هيك. بلحقوا على الصوت تبع المزمار. اوكي شباب، هلق مع الايقاع. بس خلص كلمات شباب، بيجي بهاي الحركة. شباب، بس خلص هاي الحركة بيجي بفوت بهذا الصوت. هلا بالحبايب. مع الإيقاع. اوكي شباب، بعدين بفوت بكلمات بحكيها، يوم قليبيها وباب العشق هيك يعني. مع الإيقاع. بس يخلص شباب، يا يما قليبي هاوي، بتلحقه موسيقى هيك. اسمع الإيقاع. برجع شباب بحكي، يا يوم ما قلبي هاوي، كمان بترجع بتلحقوا نفس الموسيقى.
شباب هلا بنعمل ترانسفورس زائد 3، تمام؟ شباب هلا بفوت بحركه بحكي سرح هون بغانم هين عبد الله عبد الله، بس شوفوا كيف الحركه شباب. هلا مع الايقاع رح نلعبها بالبطيئه الحركه بسرعه 65. شباب بس كمان رجع حكى على نفس الكلمات لانه بعيدة مرتين، برجع بغير شوي بحركة التشيله.